حضرتك دي سيادة النائبة قصص تبدو ليا مش مكلفة في الفلوس. مش مكلفة؟ طب هما مش عاملينا احنا على الخريطة اصلا يعني. احنا نواب كده ماخدين على قفانا، ما حدش سائل علينا. يعني انا اروح اتشال اتهبت قدام الوزير؟ مفيش، ملوش دعوة. عنده تعليمات كده اني هو يكسرنا في الدوائر. انا النهارده تخيل ان مواطن ياجي يقول لي انا مش لاق، انا ليا اقسم بالله امبارح مواطن اتصل بيقول لي احنا لينا 40 يوم من غير ميه، 40 يوم في كل حد جبل، 40 يوم بدون ميه، وفتحنا الحنفيه جاب الطين. تعمل ايه يعني؟ ده انت كوبايه ميه. ده الوزير فيهم لما بيصحى من النوم تخيل حياته انه هو صحي من النوم لقى الميه مقطوعه نص ساعه. يا ترى ايه اخبار الزرجنه وخربوا الدنيا؟ لكن احنا هناك يموتوا.